أحيانا لما أذهب لبعض الناس وأقول له اعف عن فلان، يقول أليس من حقي أن أخذ حقي؟ أقول من حقك أن تأخذ حقك، لكن أدلك على الأفضل، أدلك على الأفضل، لأن الله جل وعلا بيّن أن الأفضل أكمل. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم أقول له ألست تدعو الله جل وعلا أن يعفو عنك؟ قال بلى. ألست مخطئا في حق الله ومقصرا في حق الله؟ قال بلى. أليس من حق الله جل وعلا ألا يعفو عنك؟ قال بلى. إذن والله سبحانه وتعالى يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال أبو بكر بلى والله يحب أن يغفر الله لكم. كلنا نريد عفو الله جل وعلا. تعفو عن إخوانك، اصفح عن إخوانك، تجاوز عن إخوانك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. موضوع العفو يا أخوان والله فيه من الراحة والسكينة والطمأنينة والتعويض شيء عجيب جدا، وأعظم ما في عفو الله جل وعلا.